بعتقد ما في إيجابيات بالزواج المبكر، في سلبيات كتير، اللي هي إنه هي بعدها بيبي. يعني بنظري أنا عمرها تحت 18 هي ما بتفهم بشي. نجم تكون ما عندها في 18، نجم تكون قرأت وخذت البكالوريا وربما عندها تجربة في الحياة هذي، في هذي تنجم تتزوج، علاش ليه؟ أما هي بتعرف حالها إمتى لازم تتزوج، بس فوق 18 اللي يكون عندها شوي ثقافة وزوجها يكون عندها ثقافة. قدر نهار من نهاراتها باش تحس بالعنوسة، في 50 في 60 تمرض تكبر، شكون باش تلاقي بها؟ بتلاقي بنات خالتي بعمر أمي، سو إذا بدها تقول لها خالتي بتستحي تقول لها خالتي، بتقول لها رفيقتي، بتعيط لها باسمها وفاء. رايهم في الزواج في السن المبكر، هل أنت معاه ولا ضد؟ أنا أكيد ضد، حتى عنا بلبنان ضد هيدا المشروع اللي أنتم عم تحكوا فيه. أما إنه الزواج المبكر ببنت صغيرة عمرها تحت 18 غلط طبعاً. أول شيء هي ما بتفهم، تاني شيء هي ما بتعرف شو عم تعمل، تالت شيء هي حدا بعده قاصر لحتى يفهم بهذا الموضوع. أوقات أهلها بيضغطوا عشان تتصرف بهيدا الشيء، ما هو غلط طبعاً، فأكيد أنا ضد. أعطيني إيجابيات الزواج المبكر وسلبيات الزواج المبكر. بعتقد ما في إيجابيات بالزواج المبكر، في سلبيات كتير، اللي هي إنه هي بعدها بيبي. يعني بنظري أنا عمرها تحت 18 هي ما بتفهم بشي، حتى الجامعة بعد ما كملتها، الثقافة 50% عندها، ما بتعرف حتى إذا حبلت بعدين كيف بدها تتصرف مع البيبي اللي هي حتجيبه. سو كتير صعبة عليها إنه هي تتزوج بعمر تحت 18، فأكيد ضد وسلبيات كتيرة، ما في إيجابيات زغو. عليه ما فهميش حتى حاجة واحدة إيجابية؟ صعب جدا، يعني الزواج المبكر صعب جدا تلاقي فيها حاجة واحدة إيجابية، صعبة ما بلاقيهاش. فما الاستقرار؟ استقرار عمرها تحت 18 أكيد لا، هي بعد ما كمل دراستها أصلا من الأساس. تكوين أسرة مثلا؟ صعبة صعبة، هي بيبي كيف بدها تربي بيبي؟ بيبي بيربي بيبي؟ أكيد لا، صعبة، زيرو إيجابيات. يعني حسب رأيك أنت السن المناسب للزواج قد إيه؟ يعني 23 24 بتكون كمل دراستها حتى بس تجيب بيبي تعرف تربيه، حتى تعرف تتعامل مع رجلها ورجلها يتعامل معها طبعا. اكيد يعني مش ضد المراه دائما، المراه لها حقوقها طبعا. اما هي بتعرف حالها امتى لازم تتزوج، بس فوق 18 اللي يكون عندها شوي ثقافه وزوجها يكون عندها ثقافه، في كتير اشياء لازم يتفقوا عليها اثنيناتهم لحتى يتزوجوا فوق 18. انتم ما عندكم الظاهره هذه في لبنان ولا؟ عنا إياها طبعاً، عنا إياها إنه بيتزوج تحت 18، أما أنا ضده، يعني مش ضابطة أبداً أبداً، ما بتزبط. بيبي ربي بيبي، حتى الراجل كان يتزوج عمره 18 أو 20 غلط، ما عنا شيء. عنا إياها أما أنا ضده، مش كتير عنا إياها، أما زهرة ضده يعني ما بتزبط. يعني موجودة في لبنان، مش اكتشفتها في تونس؟ موجودة بكل العالم، بكل العالم، حتى بالخليج موجودة، لبنان، سوريا، الأردن، موجودة وين ما كان. أما هي حاجة مش باهية، يعني لما تشوفي شاب بلش يغلط، شاب بلش يعمل أشياء مش منيحة، بيكون في شيء غلط، ثقافة غلط، مش بس بتونس، بكل العالم موجود. أنت ما تشجعش عليها بيان سور؟ أكيد لا، طبعاً لا. أنت أبغامان ضد الزواج كغيمان؟ لا أنا مع الزواج، أنا متزوج، أنا لبناني وعايش بتونس ومتزوج وحدة تونسية، أنا مع الزواج طبعا، بس أما مش مع الزواج بوحدة قاصرة، هي تعتبر قاصرة من الأساس، تحت 18 قاصرة، بتعرفي أنت يعني، لنا بعدها خلصت علمها لا بتعرف تربي بيبي، حتى زوجها نفس الشيء يعني، قاصر بين البنت والرجل، يعني صبي تحت 18 حرام و بنت تحت 18 حرام، كيف كيف الراجل والمرأة كيف كيف. كي ما نحكيوش على 23 انت قلت لي السن المناسب 23 سنه، 23 كي نحكيو على ابارتيغ من 18 عام. لا صعبه، ما انت بتعرفي وانا بعرف واللي عم يحضرونا بيعرف انه صعبه جدا تتزوجي بعمر تحت 18 او 18، صعبه، مسؤوليه، خدمه، كثير اشياء بتكون بعدها ناقصه عندك، سو ما فيك تعمليها بكل بساطه. بار كونتر قبل كانوا يعرسوا في 13 في 14 في 15، يعني عم تحكي ايام الجاهليه يمكن، مش عارف قبل ولا الاسبوع. احنا ما وصلناش عليهم، اما كانوا يسموه زواج ناجح. اكيد زواج خاطئ، انت شوف الناس، انت اذا بتشوف الناس اللي تزوجوا تحت عمر 18 من البنات بصير في طلاق بعدين او احنا ما نحكيش على التوا، عم نحكي عايمتى. انا قلت لك الزواج قبل كيفاه كان في 13 في 14 غلط،
يعني انا عندي حدا بعرفهم مثل خالتي مثلا اخت امي متزوجه كان عمرها 14 سنه. يعني اذا بتلاحظي بين امي وخالتي بتلاقي بنات خالتي بعمر امي. سو اذا بتقول لها خالتي بتستحي هي تقول لها خالتي، بتقول لها يا رفيقتي، بتعيط لها باسمها وفاء. فهمتي؟ صعبه وغلط طبعا. من زمان غير هلا، حتى الزمن تغير، كل شيء تغير هلا. فانا بزمننا هلا بحسها مش ظابطه ابدا، مش لاقيه ابدا. يعني انت شو تقول لهم العبيد اللي خمموا في العرس في عمر ال 18؟ اكيد غلط، ما تخمموش بهيدا الشيء. شوفوا المسؤوليه، شوفوا الحياه كيف، عيشوا حياتكم، عيشوا عمركم، ما تتزوجوا بعمر 18 طبعا. سو عندكم عمر لقدام فيكم تعيشوا فيه، عيشوا حياتكم، انبسطوا. كل شيء قادرين تعملوه اعملوه، عشان بعدين ما حتقدروا تعملوه. وخلوا اولادكم يكبروا معكم ويشوفوكم كبار لحتى يحسوا بالمسؤوليه مثلكم. ما اليوم مش نحكيوا على الزواج في السن المبكر، اسكو انت معاه ولا ضد؟ بالنسبه للزواج في سن المبكر، فما قلنا بعض ولايات معناتها معمول به شيء هذا، معناتها وفي حكم يعملوا حكم ويزوجوا بنتهم، فهمتني؟ لعدة أسباب. هو السبب الرئيسي كونه معناتها كما نقولوا احنا يخاف عليها نهار آخر، فهمتني؟ كما نقولوا يخاف على الشرف نتاعها، يقول لك تتزوج نرتاح أنا من بنتي واحد. أما بعد كما نقولوا احنا البنية معناتها ما بلغتش، أنا ضد شيء هذا. فما البنية ما بلغتش سن الرشد 14 و15 تتزوج، مازالت مش راشدة، فهمتني؟ هذايا وما تعرفش كيفاش تتعامل مع الراجل، فهمتني؟ ونقص تجارب في حياتها، هذايا المشكل، فهمتني؟ أنا معناتها نجم نقول لك سن الرشد 18 17 سنة نجم تتزوج. يعني حسب رأيك أنت 18 سنة مؤهلة أنه هي تتزوج؟ والله إذا هي تكون معناتها تنجم تكون معناتها في 18 تنجم تكون قرات وخذات البكالوريا وربما عندها تجربة في الحياة هذي، في هذي تنجم تتزوج، علاش لا؟ فهمتني؟ حسب رأيك أنت 18 سنة هو السن المناسب للزواج؟ 18 بصراحة ما هوش سن مناسب للزواج. أنا حسب رأيي أنا تقرأ وتكون مستقبلها، فهمت؟ وتحتك بالمجتمع شوية، مش معناتها تحتك معناتها تمشي تفسد ولا حاجة، لا، تحتك في 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 الكلية وتخدم على روحها وتكسب كما نقولوا تجارب. والزواج عنده وقته، بعد ما تخدم تنجم تتزوج، فهمتني؟ ولازم تعرف كيفاش تتعامل مع الراجل زادة، فهمتني؟ فما شكون زادة يقول لك احنا توا 2022 المرأة مش مستحقة راجل، احنا ولينا مرأة تخدم تعمل على روحها مقيمة بروحها، ما عادش تستحق الراجل في حياتها. بون في تونس كما نقولوا احنا تو تتزوج، كما نقولوا تخدم وتولي عندها شهريه وكرهبة، تقول هي عندك الانديبوندونس ايكونوميك نتاعها، كونها معناتها مستقله ومترفهه وكل. وصحيح معناتها ما تقعد عندها الكوتي كما نقولوا الجانب ناقصها، هو الراجل في حياته يقعد ناقصها، هو الراجل يكملها، فهمتي؟ فما توازن بينها وبين الراجل، فهمتي؟ الرجل والمرأة، فهمتي؟ قدر نهار من نهارات هي باش تحس بالعنوسة، في الخمسين في الستين تمرض تكبر، شكون باش تلاقي بها؟ توا هي في الصغر تقول لك أنا لاباس عليا وكذا وتقاوم، أما من بعد مش صحيح راهو، هذيك حاجات كيما نقولوا احنا حاجات يغطيو بها، فهمتني؟ جوستومون هي تقول لك الراجل شنو باش يزيدني مثلا في حياتنا، في حياتي اليوم؟ شنو ما الراجل يزيدها برشا حاجات في حياتها يا اخي. هي في بالها توا خدمت وعندها شهريه واحد وصاي وصلت، ما نتصورش الراجل يزيدها في حياتها. الكوتي افكتيف كيما نقولوا جانب العاطفي والكل، الراجل عنده مكانه، اما هي تغطي. مش صحيح راهو، مش صحيح هذاك تحس بيه. انا نقول لك في سن متقدم من عمرها راهو، فهمتني؟ اما الراجل يخلق لها التوازن في حياتها راهو، يخلق لها التوازن. والراجل وقتاش يصلح لها اللي يضيف لها، يزيدها في حياتها مش ينقص لها. خاطر هي اش تقول لك؟ تقول لك ما حش بالراجل، خاطر هي تكون عايشه في نيفو معين. هي تحب على راجل يزيدها في حياتها، فهمتني؟ في نيفو اخر، اما باش ينقص لها ولا باش يطيح لها من نيفو نتاعها ما يساعدهاش، هذاك عليها راهو. يزيدها كيفاه وينقصلها كيفاه على سبيل المثال؟ هي سورتو تخمم في الكوتي معناتها ماتريال، فهمتني؟
تقول لك انا اما باش نعيش في النيفو مثلا، هي تكون عايشه في الملك، عايشه في الملك. جاء رجل قال لك انا عندي الكرا والكل، تقول لك انا ما يساعدنيش، انا كنت عايشه في الملك وكانت مثلا تمشي لبقايع وتسافر والكل. جاء رجل مثلا ما يسافرش وما يقعدش والكل وبيتوتي وهي تخرج برشا والكل، تقول لك فك علي اختاني، هذا يقلق هذا يفدى، فهمني؟ فما ريت مراي، فما امراه تو نساء نتاعنا مش كيما النساء نتاع ال 50 و 40 عندهم قناعه واللي فما كهوا تو لا العين تحلت ونعيشوا في المودرنيزم، فهمتي؟ عين تحلت خروج ودخول وشوبينج وحوايج والكل. زواج في سن مبكر ايجابياته وسلبياته، يعني انسان كي يتزوج وهو كبير وهو صغير في العمر، معناها سن مبكر بكري برشا، شنو هي الحاجات الباهيه تاع الزواج المبكر والحاجات الخايبه؟ هي الحاجات الباهيه اللي كون تكون عائله وابناء، تكون عائله وابناء ويكونوا كل ابناء هذوك مصالحين للمجتمع. ساعات الزواج راهو المبكر يفشل في بعض الاحيان، يفشل في بعض الاحيان لقله تجربه المراه، فهمتني؟ قله التجربه نتاعها في الحياه، راهو هذيك المشكله الكبيره، خاطر راهي ناقصه تجارب المراه معناتها في سن قصر. هذا هو. عندنا عائلات تونسيه تخمم يقول لك الزواج في سن مبكر ضامن للمستقبل. مش صحيح راهو، فما ضمان المستقبل مش ديما صحيح، هو يقول لك ضمان المستقبل، فما عائلات يعطي بنته باش يتخلص منها، راهو باش يتخلص منها ويرتاح، وعنده هو هاكا ضمن لها رجل. اما انت رجل هذاك كما نقولوا احنا نتمنوا يكون صالح معاها في الدنيا هذيك، اما معناتها ضمان مش ديما صحيح راهو، خاطر ناقصه رشد راهي وناقصه تفكير.